حابب أضيف حاجة تانية في شهادة بطرس من سفر الأعمال أصحاح 3 من الآية 13 إلى الآية 17. بطرس في رواق سليمان في الهيكل، بعد ما الرب استخدم بطرس في شفاء الأعرج عند باب الجميل، والرب كان بيعمل المعجزات بأيدي الرسل، رسل المسيح لتثبيت الكلمة، بطرس أقام هذا الرجل الأعرج المعروف لدى كل الناس، والرجل فرح واتفق والجماهير اتلمت من كل مكان. شوف معايا الكتاب يقول إيه من أعمال 3 من الآية 13، بعد ما بطرس عمل معجزة إقامة الأعرج، بيقول: ورئيس الحياة قتلتموه الذي أقامه الله من الأموات، ونحن شهود لذلك بالإيمان باسمه. شدد اسمه هذا الرجل اللي كان مقعد، هذا الذي تنظرونه وتعرفونه، والإيمان الذي بواسطته أعطاه هذه الصحة أمام جميعكم. بيعطي شهادة عن المسيح، عن اللي حصل، عن الإنجيل اللي سجله بعد كده الرسل، بيعطي شهادة أمام وجود معاصرين. عايز أضيف نقطة أخرى مهمة جدا في شهادة الشهود، مش بس شهادة شهود شافوا، ولا شهادة شهود كانوا معاصرين، ولا شهادة شهود كانوا جغرافيا موجودين معاه والفترة زمنية طويلة وشافوه في أماكن مختلفة متنوعة، لكن خلي بالك من النقطة الجاية. في وجود شهادة الرسل عن شخص الرب يسوع، عن اللي حصل معاه، عن اللي وصل لنا في الإنجيل، شهادة في وجود شهود معاصرين معاندين ورافضين وفي مكان سلطة. طبعا لما أكلم أنا في يوم 50 لليهود عاديين، غير لما أكلم قدام مسؤولين ومعارضين دينيا. شوف من فضلك معايا سفر الأعمال أصحاح 4 الآيات من 5-7. بطرس واقف بيحاكم، بيسأل أمام حنان رئيس الكهنة، يقول لنا: وحدث في الغد أن رؤساءهم وشيوخهم وكتبتهم اجتمعوا في أورشليم مع حنان رئيس الكهنة وقيافة ويوحنا والإسكندر وجميع الذين كانوا من عشيرة رؤساء الكهنة. خلي بالك معايا يقول لهم إيه بعد كده، يقول: جعلوا يسألونهما، بيسألوا بطرس ويوحنا، بأية قوة وبأي اسم صنعتما أنتما هذا؟ بص معايا في الآية 10 من نفس الجزء ده، يقول: فليكن معلوما عند جميعكم وجميع شعب إسرائيل أنه باسم يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه أنتم، الذي أقامه الله من الأموات، بذاك وقف هذا صحيحا. ويقول لنا في الآية 12: ليس بأحد غيره الخلاص. لأنا عايز أقوله أن كان في معجزة حقيقية حدثت عند باب الجميل، هذا المفلوق قام أمام الكل، وأكد بطرس أنه شخص الرب يسوع هو الذي أقامه، وبالتالي هذه شهادة شهود أمام معاصرين وأمام شهود عيان في موضع السلطة، في موضع السلطة. حاجتين ثلاثة حيث أضيفهم. يعني بحب أكمل بآية 16، يمكن أكيد أنت بدك كنت كمان تقراها، قائلين: ماذا نفعل؟ هنا الرؤساء اليهود: ماذا نفعل بهذين الرجلين؟ لأنه ظاهر لجميع سكان أورشليم أن آية معلومة قد جرت بأيديهما ولا نقدر أن ننكر، ولكن لئلا تشيع أكثر في الشعب لنهددهما تهديدا أن لا يكلما أحدا. يعني إذا بتتكلم على أحداث القصة، مفلوج واحد مقعد له 40 سنة، يعني أكيد الرب يسوع حتى مر من نفس المكان، من نفس البوابة، ومعروف للرؤساء ومعروف لليهود بسبب الأعياد والدخول والخروج من نفس البوابة، وبعدين معجزة حدثت أمام الجميع ولم ينكروا المعجزة، بل بالعكس، يعني طب شو نعمل في ورطة؟ يعني الورطة إنه زي العازر، يعني ماذا نفعل إن تركناه يؤمن هكذا، يؤمن الجميع به، ونفس الشيء هون بنفس الأسلوب بنفس الطريق، شو نعمل؟ إحنا في ورطة. يعني أنا بعتبرها إنه طريقة وأسلوب الكلام هي من أجمل الإثباتات لصحة الكتاب
المقدس، ألا تتفق معي قسيس؟ بص الآية 18 يا أسيس نزار، بص الآية 18 يقول فدعوهما وأوصوهما أن لا ينطق البتة ولا يعلم باسم يسوع. يعني المعجزة حصلت والناس شافوا وهم مدركين وهم في ورطة مش عارفين يعملوا إيه أمام المعجزة التي تمت باسم الرب يسوع. وبعدين في الآية 20 من نفس الأصحاح عمل 4 الآية 20 يقولوا، يقول بطرس ويوحنا لأننا نحن لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وسمعنا. حلو. يعني شهادة شهود في حدث أمام الناس والرؤساء والمسؤولين بيحكموهم والرؤساء والمسؤولين في ورطة وعدد والمسؤولين يعني حاجة ضخمة جدا، حنان رئيس الكهنة وقيافة وكانوا الاثنين تقريبا يعني واحد فيهم كومبارس والثاني حقيقي لكن الاثنين في موضع القوة، ويوحنا والإسكندر وجميع اللي كانوا من عشيرة رؤساء الكهنة أسيس مذكورين في كتابات المؤرخ يوسيفوس عن عائلة حنان، وموجود كمان في التلمود، وكيف انه يعني ويل لبيت حنان الى اخره، كيف يعني بيوصفوا هذا البيت، وحتى الحفيد اللي هو الاسكندر الصغير، يعني كل عيلة كانت مافيا، خليني سوري يعني في التعبير، مذكورة حتى مؤكدة من المؤرخ يوسيفوس. نفس الشيء لما ذكرت عن الهيكل، خراب ودمار الهيكل، مش بس إنه الكتاب المقدس بأكد، لكن شوف التفاصيل الموجودة في الوثائق اليهودية، كيف إنه حتى الحجارة قشط الذهب منها اللي بناها هيرودس الكبير موجودة في الوثائق الرومانية. اليوم الحفريات لما بتشوف مدينة داود تحت الأرض، بتشوف قناة حزقية، بتشوف الحائط المأسك اللي هو جبل المريا كيف تبنى، حجارة وزنها 200 و300 طن، بتشوفها اليوم في الأنفاق القديمة. يعني ما فيك تنكر يعني الحجارة تتكلم، مثل ما أنت ابتديت في البرنامج. آسف قسيس أنا تحمست لأنه هاي عم بشوفها في عيني، أنا في عيني في البلاد عندنا. أسيس نزار المهم إن هم هددوهم، هددوا بطرس ويوحنا. أيوة. طبعا. لكن النتيجة هو الآية 33 من أصحاح 4 يقول لنا في أعمال أصحاح 4 الآية 33 يقول لنا هذه الكلمات، شوف الشيء العجيب، وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم. نشكر الرب، نشكر الرب.